لا احنا عندنا تصنيف عالمي اللي هو كل انت بتلعب كل البطولات اللي بيحطها الاتحاد الدولي على قد ما تقدر، بحيث ان انت كل بطولة بتجمع منها نقط علشان تعرف التصنيف بتاعك. احنا عندنا اول 18 هم اللي بيتأهلوا التأهيل، وناس تانية بقى اللي هي ايه قارات تانية، كل دولة ليها كوتا اللي هو لاعب من عندهم يتأهل يكون هو على نقط فهو يتأهل منها. فانا الحمد لله تضمنت التأهيل، انا كان تصنيفي كويس فكنت الحمد لله عشان بكسب فكنت جوه في التصنيف كويس جدا، التصنيف العالمي. كان الهدف الاصغر هو ان انا اوصل للتاهيل الاولمبي، ان انا ابقى مؤهل للاولمبيات وان انا ابقى لاعب اولمبي. طبعا بعد ما الحمد لله ضمنت التاهيل وان انا دخلت جوه التاهيل، والكلام ده من سنتين فاتوا يعني، كنت الحمد لله داخل جوه التصنيف الاولمبي، كسبت ابطال عالم وعملت ماتشات جامده، فحطيت نفسي في وضع ان انا الحمد لله رب العالمين اقارن نفسي باي حد على يعني اللي يطلعوا على المنصه ان شاء الله اكون واحد منهم. طبعا الحمد لله كنا جاهزين جدا قبل الاولمبيات قبل ما تتاجل، وكنا خلاص ان احنا اعتقدنا ان احنا هنلعب الاولمبيات فاحنا كنا جاهزين جدا، كان مستوى عالي الحمد لله كنت في مستوى كويس جدا. تاجيل الاولمبيات حاجه كويسه ومش كويسه، يعني التاجيل كان ممكن يبقى كويس في حاله ان انت ممكن تعمل فتره اعداد اكتر وتستعد اكتر وتركز اكتر، بس المشكلة في الكورونا طبعا كله قعد في البيت وكل الحاجة قفلت، فبالتالي ده كله نقص يعني نقص من المستوى بتاعك. الحمد لله لما الدنيا فتحت وكده قدرنا نسيطر ونرجع الحمد لله لمستوانا، وان شاء الله جاهزين للمنافسة بإذن الله. الاثنين المنافسة بتبقى قوية عشان هم احسن لعيبة، اللي انت بتلعب من اول ماتش مثلا من دور 32 لحد ما توصل، الماتشات جامدة جدا، ما بتلعبش حد غير يكون بطل عالم، بطل جايزة كبرى، بطل اولمبيات، الكلام ده كله. بطوله العالم كله بيروح يلعب، انت ممكن تلعب مثلا ماتش متوسط ماتش جامد، نفس الكلام في الجائزه الكبرى وجراند سلام وكده. ان شاء الله احسن ثلاث لعيبه طالعين الاولمبيات عندنا في الجودو، كلهم ما شاء الله ابطال عالم وكلهم كسبانين ناس جامده، كلهم ابطال جائزه كبرى. واخر حاجه رمضان درويش جاب سابع في الاولمبيات اللي فاتت ريو، انا ما تاهلتش لريو اللي فاتت. محمد علي كان بيلعب في دور 16 مع اللي جاب اول الروسي، فكان حظ طبعا مش موفق ان هو يقابله في دور ال 16. السنه دي ان شاء الله مستبشرين خير، ان شاء الله هنرجع بميداليات ان شاء الله. الصراحه يعني لو ربنا ان شاء الله كرمنا ورجعنا بميداليه باذن الله، فبالتالي هكمل طبعا يعني حلم اتاهل اولمبياد تاني ان شاء الله باريس 24، وان انا انافس على ميداليه ان شاء الله.